اليوم في باجة في ريستوران خلي المنكبي دونك عندهم أكلة اون برانسيب أول مرة أنا نصورها دونك هذه اسمها الفتات الفتات دونك المكونات نتاعها روز أزهر حم علوش هذا يجيب في الصوص مرقة وحده دونك والفتات هو اللي سبيسياليتي اختصاص باجية هي الخبز هذا اللي هو اون برانسيب يتسمى في بعض المناطق الاخرى ملاوي خبز طاجين حاجة كيما هكا دونك الباجي يسموه فتات دونك الأكلة هذه تتقدم سبيسيالمون بالخبز هذا الفتات نزيدو نشوفوا حاجة أخرى اون برانسيب الحاجة الثانية اللي يقدمها الريستورون هذا هي اللي هي الدرجية الدرجية مكوناتها دونك الحم علوش علوش في الحم العلوش يطيب في الدرجيه هذه اللي هي القله يطيب في القله الحم دونك من بعد اللي يطيب اون برانسيب الكوشه يتحط في الكوشه يتفوع يدريك لومونو يطيب في القله نتاعو في القله نتاعو من بعد اللي يطيب يتفرغ يتقدم للكليون بالطريقه هذه دونك نشوفوا راس الثوم هانو باينه ان شاء الله ما نتشاوش سيدي جلال اليوم باجي يفرحوا بينا برشا دونك من بعد الدرجية نتعداو لل شو يسموه هذا؟ مسلي راس هذا مسلي راس علوش دونك نفس المكونات روز أزهر مع سلاطة وبرانسيب والفريت لكن هذا راس العلوش اون برانسيب يتفوع ويطيب في الكوشة ويطيب في الكوشة دونك ريستورون المنكبي في باجة مغامرتنا اليوم في باجة بحول الله في شارع الرئيسي واللي هو شارع الحبيب بورقيبة شارع الحبيب بورقيبة دونك فرحوا بينا يا جماعة دونك خدموا لنا تروا بلا ما حضرناش على طريقة الأعداد نتاعهم أما مش من برانسيب قدموهم لكم الفتات ثم شفنا الدرجية ثم شفنا مثلي الرأس دونك يعطيهم الصحة بارك الله فيهم دونك نشكرهم تونيزي انستيتوت فود دائما تحييكم مرحبا بالجميع الى اللقاء في فيديو اخر وان شاء الله لنا عوده للريستورون هذا في وقت صحيح نحضر معهم في كيفيه الاعداد التحضير والاعداد والتقديم هذا شارع الحبيب بورقيبه اون برانسيب الشارع الرئيسي نتاع باجه دونك هذا المطعم مطعم ريستورون المنكبي دونك يعطيهم الصحه بارك الله فيهم وهذه باجه اون برانسيب هذا طريق في اتجاه تونس العاصمه وفي اتجاه تبرقه عمدون مرحبا بكم تونيزيان ستريت فود دائما تحييكم وتقدم لكم الجديد مغامرة اليوم في باجة الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله